في الشأن الحزبي، افتتحت اليوم بالرباط ورشة عمل دولية حول موضوع البرلمانات في العالم العربي، الفرص والتحديات للأحزاب السياسية الليبرالية. محمد تملدو رئيس شبكة الليبراليين العرب وعضو المكتب السياسي للاتحاد الدستوري أكد أن القوى الليبرالية في المغرب تتجه نحو خلق قطب ليبرالي موحد. خالد نجدي والتفاصيل. من دول عربية وأوروبية جاءوا إلى الرباط نواب وقادة أحزاب سياسية تضلهم مظلة واحدة هي الليبرالية، وتجمعهم رغبة في التشاور حول التحديات التي تواجه القوى الليبرالية العربية في الوقت الراهن والمتمثلة بالأساس في تعزيز حضورها في البرلمانات وتجميع قواها. بالنسبة لنا احنا في المغرب، أولا ضم العائلة الليبرالية نعتبره من التحديات اللي مطلوقة على العاتق ديالنا، بحيث سبقنا في جوج الأسابيع أننا مضينا بيان مشترك مع التجمع الوطني الأحرار في أفق جمع جهود لخلق قطب ليبرالي. ونعتبر أننا بالفعل بكل يعني واقعية قوة ساعدة من شأنها أن تدفع نحو التغيير ونحو تطوير المشهد السياسي في العالم العربي، نحو مزيد الانفتاح ونحو تثبيت خاصة البناء الحداثي. تحدي آخر من طبيعة مختلفة ينتظر الليبراليين، فما يشهد العالم من تحولات يفرض عليهم مراجعة مفاهيمهم وتبني الليبرالية الاجتماعية قائمة على عدة ركائز. أولا حرية المبادرة وحرية السوق والارتكاز على المبادئ الديمقراطية والحرية. هناك كذلك الركيزة الثانية التي تعتمد دور الدولة ببعده الاستراتيجي في تقنين وتوزيع الخيرات، وكذلك البعد الاجتماعي في بعده التضامني. قضية الصحراء حظيت بنصيب من النقاش، حيث أشادت الأممية الليبرالية بمقترح الحكم الذاتي، وأشارت إلى أن وفدها الذي زار المنطقة انتهى إلى أنه الحل الوحيد الواقعي. الخلاصة التي انتهيت إليها تؤكد أن مستقبل الصحراء يوجد داخل المملكة المغربية، وبالطبع من خلال مقترح الحكم الذاتي ومشروع الجهوية الموسعة الذي وضعه المغرب. لذلك أعتقد أنه الحل الأمثل لنزاع الصحراء وكذلك لسكنتها. وعلى المستوى الدولي فقد تم تبني التقرير الذي عددته حول الزيارة، وتكونت قناعة مفادها أن حل مشكلة الصحراء يوجد داخل المغرب وليس خارجه. مشاورة القوى الليبرالية مستمرة حتى يوم غد، ومن المنتظر أن تتوج ببلورة خطط تعزز دور الأحزاب الليبرالية في البرلمانات العربية واعتماد بيان عربي أوروبي مشترك حول الهجرة. نصل الآن إلى الفقرة السياسية الأسبوعية مع محمد مستعد. محمد، أشغال شبكة الليبراليين العرب طغى عليها في اليوم الأول ملف الحوار العربي الأوروبي وكذلك ما يتعلق بالهجرة والأصولية، إذن لماذا تم اختيار هذه المواضيع؟ اسمعوا صوت الليبرالي العرب في حوارهم مع الآخر في ملفين اثنين. الملف الأول يتعلق بالهجرة، كان مبرمجا منذ فترة أن يناقش هذا اللقاء في الرباط ملف الهجرة، وقد أكد رئيس الأممية الليبرالية على أنه ضد الفهم الخاطئ للإسلام وأنه ينبغي يعني إعطاء المهاجرين حقهم في ممارسة شعائرهم الدينية بدون قيد، وقد أكد على أنه ينبغي معالجة هذا الملف بشكل أساسي في هذا اللقاء. ومعلوم أن شبكة الليبراليين العرب كانت قد أثارت مؤخرا إلى المشاكل الخطيرة التي تعرفها حقوق المهاجرين العرب في أوروبا، وهم يطرح تحدي أساسي على هذا اللقاء وعلى الليبراليين العرب لمحاولة إقناع نظرائهم الأوروبيين بمعالجة هذا الملف. الملف الثاني يتعلق بالدين والأصولية. شبكة الليبرالية العرب تقول بأنه الليبرالية من شأنها أن تقي المنطقة العربية خطر الأصولية والأنظمة يعني المتسلطة بشكل عام. حزب حركة الشعبية العضو في الليبرالية الأممية الليبرالية مثلا أكد اليوم على أنه من التحديات التي تواجهها الليبرالية في العالم العربي هو نعتها بالعداء للدين، وهذا غير صحيح. فهي تؤكد على ضرورة التمييز وعدم الخلط بين ما هو سياسي وما هو ديني. وعموما الليبرالية شبكة الليبرالية العرب تؤكد على هذا الفصل وعلى حرية المبادرة وعلى اقتصاد السوق.
إذن إضافة إلى هذه المواضيع، ما هي الملفات الأخرى المدرجة في جدول أعمال الشبكة، يعني بخصوص هذا اللقاء الذي ستتواصل أشغاله غدا؟ ثلاث ملفات أساسية نزهة. الملف الأول يتعلق بدور البرلمانات العربية في جدول الأعمال. تم التأكيد على أنه ينبغي التمييز بين المفاهيم الإسلامية والغربية للبرلمانات، وهذه مسألة أساسية بالنسبة للبرلمانيين العرب، يعني مسألة الخصوصية، وهذا يعني يثير نقاش. مؤسسة فريدريش نومان تقول بأنه البرلمانات العربية بشكل عام تواجه إشكالية وتحدي يعني استقلالية السلطة التشريعية عن السلطة التنفيذية، ومدى إمكانية مراقبة السلطة التشريعية للسلطة التنفيذية. وسيتم استعراض عدة تجارب، التجربة اللبنانية، المصرية، المغربية كذلك. نشير إلى أنه زعيم الأمية الليبرالية أشاد بالإصلاحات الديمقراطية التي يعرفها المغرب بشكل عام، وأيد مقترح الحكم الذاتي. ملف ثاني يتعلق بدور الليبراليين العرب في مراقبة الانتخابات وشفافيتها في العالم العربي، وقد يعني دخل في تجربة مؤخرا في مصر ولبنان، وإن كانت تجربة محتشمة إلى حد ما. ملف أخير يتعلق بموقع الليبراليين المغاربة، يعني هذا اللقاء كان مناسبة لتوضيح أهداف مشروع القطب الليبرالي الذي أعلن عن تأسيسه مؤخرا بين الاتحاد الدستوري وتجمع الوطني الأحرار. معلوم أن الاتحاد الدستوري والحركة الشعبية هما عضوان في الأممية الليبرالية منذ فترة، والتجمع الوطني مرشح أو مستعد لدخول هذه المنظمة كذلك. فكانت مناسبة لتوضيح أهم الأهداف. صلاح الدين زوار زعيم التجمع الوطني الحرار قال بأنه ينبغي الدفع بمفهوم الليبرالية الاجتماعية واقتصاد السوق يعني بشكل عام. ونلاحظ أن هذا يعني كانت فرصة لمعرفة أين وصل مشروع القطب الليبرالي الذي ما زال يراوح مكانه وهو متشتت بين الأغلبية والمعارضة حتى الآن. إذن محمد مستعد، شكرا لك على هذه التوضيحات.